طبعا ده نصب. لا مرضاش، اللي عايز يعمل حاجه زي كده يروح للابتهاج المسؤوله اللي هي فاهمه في الحاجات دي، لكن مش اي حد يجي يقول لي مثلا انا هسمع كلامه. ده بينصبوا كتير دلوقتي. اولا لازم اكون عارف الشخص، ثانيا لازم أن يكون في وسيط بيننا عشان لو حصل لي مشكله او حصل له مشكله اعرف اخد حقي او هو يعرف ياخد حقه، غير كده ما وافقش خالص. اوافق لسبب وارفض لسبب على حسب قرب الشخص ليا، ولو قريب منه واعرفه وليا فيه معرفه اكيد اوافق، بس عكس كده مفيش معرفه ولا اعرف ولا جاري ولا اي حاجه، لا اكيد هرفض. فكره ان هو ان انا ادفع 1000 واخد 10، لا دي فكره نصب، وما اثقش في اي حد يقول لي كده. الشخص ده لو انا ما اعرفوش اول تعامل بيني وبينه انا هرفض، لان انا ما اعرفوش. تمام، حتى لو انا هديه ال 1000 جنيه احتاج ان في ضامن بينا. ما ينفعش ان انا ادي اي حد ما اعرفوش في اي مكان عامه مبلغ عشان هو يديني قصاده حاجه وانا معيش اي ضمان عليه. في اوراق مثلا كاتبه ان انا هديله اللي هو زي كارد من البنك او حاجه، طب انت تعرفني منين؟ انا ممكن اكون نصاب. تمام، او انت نصاب مثلا هديك مثلا 1000 او 2000 وفي الاخر تضحك عليا وتسيبني وتمشي. ايه اللي هيضمن لي ان انا لو اديته ال 2000 جنيه هيجيب لي 20؟ اما انا معيش اصلا ال 2000، وحتى لو معايا ايه اللي هيضمن لي؟ طب انا هبقى ازاي محتاج فلوس اصلا وهديك فلوس؟ المفروض لو انا محتاج حاجه اشتري حاجه هروح اشتري الحاجه دي بفلوسي، لو انا معيش فلوس بقى هروح اجيب كارد، فالكارد ده اكيد مش هدفع فلوس عشان اجيب فلوس. اهلا بحضراتكم. طب اغلب الناس اللي اتكلمت في التقرير اللي حضراتكم شفتوه بيتكلموا عمليا على مؤسسات تحت السلم تقرض المواطن، حلو، بس خلي بالك انه المساله فيها احيانا ما هو ابعد من ذلك. اولا في حاجات بتبقى بيسموها الفيشنج ايميلز، لك ايميل كده لطيف ظريف يقعد يوعدك انه هيحول لك 3 مليون دولار بس ابعت لي 300 دولار علشان بس اعمل اجراءات، دي طريقه. وفي لينكس بتجيلك على واتساب وكلام من ده برضو، دي طريقه. وفي تلاقي صفحات على فيسبوك يقول لك احصل على قرضك خلال 24 ساعه وبفايده لا تزيد عن 5%، فانت تستغرب ده ايه دول، مغارة علي بابا دول ولا دول ناس طيبين قوي للدرجه دي؟ طب وانا هتعامل معهم ازاي واعرف مين اذا كانوا نصابين ولا حقيقيين ولا ايه القصه؟